منصات رقمية من تلفزيون دبي، أهلا بكم. أنا أديل طامي، سأنقل لكم كل ما هو جديد في عالم الفضاء الرقمي والأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. وفي حلقة اليوم، جوجل تصدم صناع المحتوى في مصر، الدفع بالعملة المحلية بدلا من الدولار، وبفضل سماعات إيربودز أمريكي يتمكن من استعادة سيارته الفيراري المسروقة. وفي منصات رقمية أيضا، تاجر خردة إيطالي يمتلك لوحة أصلية لبيكاسو دون أن يعلم. البداية مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدى دولة الإمارات، الذي جاء ضمن قائمة تايم 100 نيكست التي تصدرها مجلة تايم الأمريكية، والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم الذين تركوا بصمة إيجابية في مجتمعاتهم. وحول اختيار العلماء، كتب المنتج السينمائي الأمريكي جيفري كاتزنبرغ لمجلة تايم قائلا: في عام 2017 كانت تقنية الذكاء الاصطناعي في بدايتها، لكن الإمارات كانت لديها الرؤية لتعيين وزير للذكاء الاصطناعي وهو عمر العلماء. وأضاف: رغم صغر سنه، أصبح عمر لاعبا بارزا في هذا المجال، حيث خدم مصالح الإمارات والعالم من خلال إيمانه بأن الذكاء الاصطناعي عند تنظيمه جيدا يمكن أن يعزز الجهود العالمية لحل التحديات الكبرى. كما أشار جيفري إلى أن العلماء يجد الوقت لإدارة المدرسة الرقمية أيضا، التي تقدم التعليم عبر الإنترنت ل 160 ألف طالب في أكثر من 13 دولة. واختتم جيفري قائلا: مزيج عمر الفريد من الرؤية والالتزام والسحر والذكاء يجعله شخصية متميزة، بينما يضع معايير مستقبل الذكاء الاصطناعي لدينا. الجنيه بدلا من الدولار، قرار مفاجئ من جوجل يربك صانعي المحتوى في مصر. ففي خطوة غير متوقعة، أعلنت جوجل لصانعي المحتوى المقيمين في مصر أنها ستبدأ اعتبارا من الأول من مايو القادم بتحويل أرباحهم بالجنيه المصري بدلا من الدولار، كجزء من خطتها العالمية لتحويل الدفعات بالعملات المحلية. وأوضحت جوجل في رسالتها أنه لن يتم دفع الأرباح بالدولار الأمريكي بعد الآن، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تحديدا. العديد من المعلقين اعتبروا هذا القرار تعسفيا، مشيرين إلى الفارق الكبير بين الدولار المستقر والجنيه الذي شهد تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، فيما حذر البعض من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع أرباح صانعي المحتوى بشكل ملحوظ، مما قد يدفع العديد منهم إلى البحث عن منصات أخرى تقدم عوائد بالدولار، وهو ما قد يؤثر سلبا على تنوع وجودة المحتوى على منصات جوجل المختلفة. لماذا تتوجه جوجل نحو تحويل أرباح مستخدميها إلى العملة المحلية بدلا من الدولار؟ وما تأثير هذا القرار على صناع المحتوى في مصر؟ وهل سيجبرهم ذلك على الانتقال إلى منصات أخرى؟ الإجابة مع المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم، نتابع. مرحبا أدالة عليك ولكل المشاهدين. أول شيء، بطبيعة الحال منصة يوتيوب أو جوجل أو غيرها من المنصات اللي هن تبعين شركة ألفابت، هن بيقدروا يعملوا شيء بنسميه مونيتايزيشن. هذه المونيتايزيشن إذا أنا عندي يوتيوب تشانل عندها فيها كتير محتوى، وهذا المحتوى عم بيقدر يجيب فيورز كتير بشكل كتير كبير، بيعطونا نسبة من الأرباح يلي هي عم تجي من وراء الإعلانات. أو أنا إذا عندي موقع إلكتروني بسمح لجوجل يحط عندي إعلانات، وهذه الإعلانات بس العالم يشوفوها عندي أو يكتبوا عليها، كمان بمحل معين بيطلع لي نسبة من الأرباح العائدة على موضوع الأدز، أو حتى كمان بموضوع التطبيقات إذا عندي أنا تطبيق وعالم عم بتحط إعلانات تستهدف التطبيق تبعولي، سو بيطلع لي عائد عن الإعلانات. هلا هذا موضوع المونيتايزيشن بلشت هلا بمحل معين شركة ألفابت اللي عم نحكي عن جوجل، تقدر تعمل إذا بدك تيجي تقول لكل العالم أنا بدل ما أعطيكم العائد على الأرباح هو بالدولار، رح كون عم بعطيكم إياه بالجنيه المصري، بلشوا بمصر، وهذا الشيء رح يتعمم على كل دول العالم تيصيروا يعطوا بالعملة تبع البلد. أكيد هذا الشيء رح يأثر بشكل سلبي على صناع المحتوى، لأنه بمحل معين بس كون عم نحكي عن هذا الموضوع أكيد إنه بفضلوا يعملوا الأرباح بالدولار اللي هو عملة ثابتة،
مقابل انه يكونوا عم يعملوه بعملات البلد، خاصه بدول مثلا مثل مصر او لبنان او غيرها يلي هي العمله دائما في السعر الرسمي وفي سعر اذا بدك البلاك ماركت السوق السوداء يلي دائما اكيد انسب لهم يعملوه بالدولار. بنفس الوقت بالنسبه ليوتيوب اكيد افضل لهم يكونوا عم يدفعوه بعمله البلد لانه بيعملوا ارباح اكثر اذا بدك بهذا الموضوع. هلا يمكن هذا الموضوع يخلي انه بعض صناع المحتوى ينقلوا لمنصات ثانيه تا يجربوا بمحل معين يعملوا ارباح، بس كمان ما لنا سهل انه انت تكون مثلا عندك يوتيوب تشانل عليها ملايين السبسكرايبرز وملايين الفيديوهات، تيجي تقولي انا بدي اوقف هذه المنصه وانقل على منصه ثانيه، او حتى بخصوص موضوع المواقع الالكترونيه. فكرمال هيك هذا الموضوع يمكن يؤدي لنزوح اذا بدك بعض صناع المحتوى، بس بنفس الوقت يمكن يجي يفكروا فيها انه انا هلا ارجع ابني كل هذا المحتوى على منصه ثانيه وبلش اعمل مونيتايزيشن، رح يكون عم ياخذ مني وقت كثير كبير وتكلفه كثير كبيره. فبننطر نشوف كيف رح تكون رده الفعل. شكرا أدال لك. شكرا لك رولون. عالميا الملياردير الامريكي ايلون ماسك يثير الرعب بين الامريكيين بتصريحاته الجريئه حول المخاوف من افلاس بلاده. هذا هو التعليق الذي كتبه ماسك على منشور الخبير الاقتصادي على منصه اكس، يعلن فيه ارتفاع الدين الامريكي بمعدل 204 مليارات دولار ليصل الى رقم قياسي تخطى 35 تريليون و600 مليار دولار، وذلك مع دخول اول يوم من السنه الماليه 2025. ومما يزيد الامر سوءا اضطرار وزاره الخزانه الى خفض احتياطاتها النقديه بمقدار 72 مليار دولار، الامر الذي قد يفاقم المخاوف من عجز الحكومة عن سداد ديونها والتوجه نحو كارثة مالية غير مسبوقة، مع العلم أن نصيب الفرد الأمريكي من الدين العام تجاوز 95 ألف دولار. قيمة شركة أوبن أي آي ترتفع إلى أكثر من 150 مليار دولار لتصبح بذلك واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم، إلى جانب سبيس أكس التابعة لإيلون ماسك وشركة بايت دانس المالكة لتيك توك. جاء هذا الإنجاز بعد أن نجحت الشركة المطورة لروبوت الدردشة الشهير تشات جي بي تي من إغلاق جولة تمويلية جمعت من خلالها 6 مليارات و600 مليون دولار بقيادة شركة ثرايف كابيتال التي استثمرت مليار و300 مليون دولار بمشاركة مايكروسوفت أكبر داعم للشركة، بالإضافة إلى دخول شركة الرقاقات الإلكترونية أنفيديا. هذه الجولة التمويلية الضخمة تأتي بعد مرور أوبن أي آي بعام مضطرب تحديدا في نوفمبر الماضي الذي شهد إقالة الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من قبل مجلس الإدارة قبل أن يعود سريعا إلى منصبه. وفي الأشهر التالية أعادت أوبن أي آي تشكيل مجلس إدارتها وعينت مئات الموظفين الجدد، لكنها في المقابل فقدت العديد من القادة الرئيسيين من بينهم رئيسة قسم التكنولوجيا ميرا موراتي. بعد الفاصل، خدمة جيميناي لايف متاحة مجانا لمستخدمي أندرويد، وواتساب يضيف الفلاتر والخلفيات إلى مكالمات الفيديو. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب في جولة على آخر أخبار ابتكارات عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبداية مع أحدث ابتكارات ميتا، تحديدا نظارات ميتا ريبن الذكية التي أصبح بإمكانها تحديد موقع سيارتك المتوقفة في المرآب. هذا ما كشف عنه الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ، الذي أظهر في مقطع نشره على صفحته في إنستغرام كيف يمكنه استخدام وظيفة التذكير لتحديد مكان سيارته بكل سهولة. كما أعلن كبير موظفي التكنولوجيا أندرو بوسورث عن هذا التحديث الذي يتوفر حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا عبر منصة ثريدز، مؤكدا أن الهدف من هذه التحديثات هو تعزيز سهولة استخدام نظارات ميتا الذكية وجعلها متعددة الاستخدامات في الحياة اليومية التي تشمل التذكيرات والقدرة على الاتصال بأرقام الهواتف وقراءة رموز الكيو آر والتنقل في المناطق غيرها من المهام اليومية. Hey Meta, remind me where I parked my car. You parked in spot 2304. Oh, okay. أكثر من 800 طالب ومعلم في كوريا الجنوبية هم ضحايا تقنيات الذكاء الاصطناعي.
هذا ما خلص إليه مسح حديث لوزارة التعليم الكورية الجنوبية. أظهر أن 799 طالبا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية وقعوا ضحية لمقاطع فيديو تستخدم تقنية التزييف العميق هذا العام، إلى جانب 31 مدرسا. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر تم تقديم 504 بلاغات عن أضرار في المدارس، وتم إحالة 417 حالة من إجمالي الحالات إلى السلطات للتحقيق، فيما تم شطب 218 حالة. ويذكر أن كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعا في الجرائم المرتبطة بتقنية التزييف العميق التي يتم خلالها تزييف الصور، مما أثار حالة من الذعر العام. في خطوة مفاجئة، أتاحت شركة جوجل خدمة الذكاء الاصطناعي جيميناي لايف مجاناً لمستخدمي أندرويد بعد أن كانت حصرية لمستخدمي النسخة المدفوعة جيميناي أدفانس. ولم تكتفي جوجل بذلك، بل أضافت 10 أصوات جديدة ناطقة بالإنجليزية تتنوع بين الهادئة والمتوسطة والعميقة والمشرقة، لتمنح المستخدمين تجربة محادثة أكثر تناغماً وواقعية. الخدمة هي روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقدم استجابات طبيعية كما لو كان إنساناً، مما يجعل التفاعل أكثر سلاسة وملائمة للمستخدمين. ويمكن الوصول إلى الخدمة وتجربة الأصوات عبر 3 خطوات. الأولى تتمثل بفتح تطبيق جوجل جيميناي، ومن ثم النقر على أيقونة جيميناي لايف في أسفل اليمين للمحادثة وتغيير الأصوات بتمريرها. أما الخطوة الثالثة فهي التفاعل مع التطبيق باستخدام الأصوات الجديدة. على غرار تطبيق زوم، واتساب تضيف فلاتر وخلفيات إلى مكالمات الفيديو قريباً. ففي تحديث جديد سيتوفر لكافة مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية خلال الأسابيع القادمة، أتاحت واتساب ميزة جديدة تسمح لرواد المنصة إضافة فلاتر أو إخفاء خلفياتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو الثنائية أو الجماعية، مما يجعلها أكثر جاذبية وخصوصية عبر تحسين مظهر الأجواء المحيطة وإضاءتها بنحو طبيعي. التحديث الجديد يتضمن 10 خلفيات مختلفة، مثل خلفية غرفة المعيشة أو المكتب أو المقهى أو حتى الشاطئ وغيرها من الخلفيات. أما بالنسبة للفلاتر التي تساعد على تحسين الصورة وتنقيتها، فيقدم هذا التحديث أيضاً 10 خيارات لتمنح المستخدمين المزيد من الثقة والراحة. وفي تدوينة للإعلان عن الميزة الجديدة قال واتساب: تم تصميم الفلاتر والخلفيات لمساعدتك على خلق جو أكثر مرحاً، سواء كان ذلك بإضافة لمسة من الألوان أو خلق إحساس فني أكثر بالفيديو الخاص بك. وإلى منصة يوتيوب التي أعلنت عن تغييرات جديدة في مقاطع الفيديو القصيرة شورتس، تشمل إطالة الحد الأقصى لتلك المقاطع وإضافة أدوات جديدة لصناع المحتوى. وبداية من منتصف شهر أكتوبر الجاري، ستسمح يوتيوب بتحميل مقاطع فيديو قصيرة شورتس تصل مدتها إلى 3 دقائق، وهو ما يعادل 3 أضعاف الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ دقيقة واحدة، موضحة أنها ستعمل على تحسين خوارزميات التوصية بتلك المقاطع بمرور الوقت. وستقدم يوتيوب عدة أدوات جديدة لصناع المحتوى، مثل إدماج نموذج فيو من شركة ديب مايند التابعة لجوجل لإنشاء خلفيات ومقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحسينات على تجربة التفاعل مع المستخدمين، ومنها إضافة صفحة مقاطع الفيديو الأكثر رواجاً في كل دولة. سمعنا جميعا عن ميزة Find My من أبل، التي ساعدت عددا لا يحصى من الأشخاص في تحديد موقع أجهزتهم المفقودة. ولكن في بعض الأحيان تتجاوز هذه التقنية مجرد العثور على هواتف آيفون أو إيربودز، إذ يبدو أنه بإمكانها تعقب أشياء أخرى مثل السيارات المسروقة مثلا. ففي واقعة غريبة، أبلغ مالك سيارة فيراري فاخرة تقدر قيمتها ب 575,000 دولار، أبلغ شرطة مدينة واتربري بولاية كونتيكت الأمريكية عن سرقتها. لكن الأمر لم يكن معقدا كما قد يبدو، فالرجل كان قد ترك سماعاته الإيربودز في السيارة المسروقة، لتتحول تلك السماعات الصغيرة إلى مفتاح لحل اللغز. وبفضل تقنية Find My تمكن
تمكنت الشرطة من تحديد موقع السيارة في محطة وقود، إلا أن السائق كان قد فر قبل وصولهم. وهنا تدخلت كاميرات المراقبة التي كشفت أن هناك شخصين تعاونا في سرقة السيارة وتم القبض عليهما لاحقاً. بعد الفاصل، رجل أمريكي يحطم جيتاراً بقيمة 4,000 دولار دعماً لدونالد ترامب. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات المتداولة. حالة نادرة لم نسمع عنها من قبل، سيدة تعطس بلا توقف منذ أسبوعين، فما القصة؟ الحديث عن شابة تركية تدعى بنظير آيدن التي أثارت حالتها الصحية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فمنذ 18 سبتمبر دخلت بنظير في نوبة عطس متواصل استدعت دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج الذي اقتصر على حقنة في الوريد تساعدها على النوم فقط، لتجد نفسها لاحقا تعاني من نوبات قلبية كادت أن تودي بحياتها أثناء نومها. وبعد أيام من محاولات العلاج التي باءت بالفشل، أعيدت بنظير إلى المنزل لتناشد أسرتها الجهات الصحية المختصة لإيجاد حل لأزمة بنظير الغريبة التي أصبحت عاجزة عن تناول الطعام أو الشراب أو حتى التحدث بسبب العطس المستمر. الرئيس الأمريكي 39 للولايات المتحدة جيمي كارتر دخل نادي 100 في 1 أكتوبر ليكون أول رئيس أمريكي يعيش قرناً كاملاً. كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام والمولود في عام 1924 عصر نحو 40% من تاريخ الولايات المتحدة وأكثر من ثلث عمر جميع الإدارات الأمريكية. كارتر احتفل بعامه 100 مع عائلته في نفس المنزل المكون من طابق واحد، وهو منزل بناه مع زوجته في أوائل الستينات قبل انتخابه لأول مرة عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا. وفي هذا المنزل اختار الرئيس الأسبق استكمال علاجه، حيث تغلب على سرطان الدماغ عام 2015، لكن في السنوات اللاحقة عاد وواجه سلسلة من المشكلات الصحية وخضع لعملية جراحية في الدماغ. وبالطبع لا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون تعليق مثير للجدل من المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الذي سخر من هذه المناسبة وقال جيمي كارتر هو أسعد رجل الآن لأنه يعتبر رئيسا عبقريا بالمقارنة مع الرئيس الحالي جو بايدن. جدة في 80 من عمرها وصلت إلى نهائيات ملكة جمال الكون. نعم، في 80 من عمرها إنها الكورية الجنوبية تشوي سون هوا التي تمكنت من تحقيق حلمها في الاشتراك بمسابقة ملكة جمال الكون، وكادت أن تصبح أكبر ملكة جمال في العالم سنا، لكنها حصلت على جائزة أفضل مصممة أزياء. تشوي الممرضة وعارضة الأزياء والجدة لثلاثة أحفاد تنافست في العاصمة الكورية سيول إلى جانب 31 متسابقة من الشابات الأصغر سنا بعد إلغاء شرط السن الذي كان يتطلب أن تتراوح أعمار المشاركات بين 18 و 28 عاما. وبالرغم من عدم تأهلها للحفل العالمي المقرر في المكسيك الشهر القادم، إلا أنها أعطت أملا جديدا لكبار السن في تحقيق أحلامهم وتبني أسلوب حياة شبابي وصحي. في واقعة لا تصدق، تاجر خردة إيطالي يكتشف صدفة أنه يمتلك ثروة تقدر بالملايين دون أن يدري. القصة تعود إلى عام 1962 عندما عثر لويجي لروسو على هذه اللوحة في منزل قديم، ولم يكن يعلم رغم أنها بقيت معلقة في منزله منذ 60 عاما أنها أحد الأعمال الأصلية للرسام والنحات الإسباني الشهير بابلو بيكاسو. الغريب أن زوجة لويجي كانت تنتقد اللوحة باستمرار وتصفها بأنها مروعة، حتى أن العائلة كانت تفكر بالتخلص منها،
إلى أن قرروا استشارة فريق من الخبراء الفنيين الذين أكدوا أنها أصلية وتقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين يورو. وفي حال تم التصديق عليها من قبل مؤسسة بيكاسو في باريس فإنها قد تصبح أعلى بكثير. أما الشخصية التي تظهر في اللوحة فهي صورة مشوهة لدورا مار المصورة والرسامة الفرنسية التي كانت ملهمة بيكاسو وصديقته المقربة. قضية وفاة النجم الأمريكي ماثيو باري لا تزال تشغل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتجدد الأحاديث حول أسباب وفاته بعد مرور عام على رحيله. ففي تطور جديد اعترف طبيب من لوس أنجلوس يشتبه في ضلوعه في وفاته بأنه مذنب أمام محكمة في كاليفورنيا بتهمة تقديم جرعة زائدة من الكيتامين لنجم مسلسل فريندز. الطبيب مارك تشافيز الذي منع من مزاولة المهنة أقر بمساعدته بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الشهير، ويواجه الآن احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في 2 أبريل المقبل. لكن تشافيز ليس المشتبه به الوحيد، فهناك 4 آخرون يعتقد أنهم متورطون في وفاة باري. وكانت وفاة النجم الشهير بشخصية تشاندلر الذي وجد فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر الماضي قد شكلت حالة من الصدمة لجمهور مسلسل فريندز، مما أثار حالة من الحزن في أوساط هوليوود. هل تخيلتم يوماً أن تهدروا آلاف الدولارات سدى دعماً لمرشح رئاسي؟ قصة غريبة شوي. رجل أمريكي صدم جميع الحاضرين في مزاد علني في تكساس بعدما اشترى جيتار يحمل توقيع النجمة الأمريكية تايلور سويفت بقيمة 4000 دولار أمريكي، وهشمه على الفور بمطرقة. وفي حين لم يتم تقديم سبب رسمي لتدمير الجيتار، إلا أن البعض تكهن بأن الفعل ربما كان بدافع سياسي، وذلك بعدما أعلنت تايلور بشكل صريح عن دعمها لكامارا هاريس في الرئاسة الأمريكية، لا سيما وأن المزاد أقيم في منطقة تدعم المرشحين الجمهوريين. مغني بوب شهير يروي سيرته الذاتية بالاستعانة بشخصية خيالية. الحديث هنا عن المغني البريطاني روبي ويليامز الذي أبهر عشاقه حول العالم بتحوله إلى قرد في الفيديو الترويجي الأول لفيلم باتر مان الجديد الذي سيعرض في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة المقبل. فما قصة شخصية القرد الذي يظهر بها ويليامز رغم أن الفيلم مستوحى من قصته الحقيقية؟ الفيلم يعرض رحلة ويليامز بدءا من الطفولة وحتى انضمامه كأصغر عضو في فرقة تيك ذات، وصولا إلى إنجازاته الفردية التي حطمت الأرقام القياسية. لكن الغريب في الفيلم هو ظهور ويليامز بشخصية قرد باستخدام تقنية CGI أو التقاط الحركات، الأمر الذي أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول اختيار ويليام لشخصية غير بشرية. وعلى ما يبدو أن الجواب جاء في التعليق الصوتي لنجم البوب في الفيديو الترويجي الذي قال فيه: أعلم بماذا تفكرون، أنا أحد أكبر نجوم البوب في العالم، لكنني كنت دائما أرى نفسي أقل تطورا. I'm one of the biggest pop stars in the world. But I've always seen myself a little less evil. من دبي حيث يبدأ العالم، هذه كانت جولتنا على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. انتظرونا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.